ونلتقي مشاهدينا الأعزاء مع قائد الطائرة الكابتن فيصل علي حمادة رئيس الطيارين الأسطول 767 في الخطوط الجوية الكويتية. أهلا بك معنا كابتن فيصل. يا مرحبا. كابتن فيصل، طبعا حضرتك ليك خبرة 24 سنة تقريبا في هذا المجال، إن شاء الله طول العمر والمزيد من العطاء. بس ياريت لو حضرتك تفتكر معنا، وأكيد اللحظة الأولى في حياة الطيار عموما لحظة لا تنسى أبدا، تفتكر معنا اللحظة الأولى لأول رحلة قمت بيها؟ أول رحلة قمت فيها كانت إلى دبي، وطبعا اللحظات الأولى لقيادة الطائرة من اللحظات التي لا تنسى في حياة الطيار، لأنها مزيج من الرهبة والافتخار في آن واحد. طبعا رهبة لأن الكابتن بعد أن كان يتلقى التعليمات من المدرب أصبح الآن هو الرجل الأول في الطائرة ويصدر التعليمات، والافتخار طبعا بأنه قدر يوصل للمستوى من التأهيل المطلوب بتحمل المسؤولية لتأمين سلامة الطيارة وركابها. طيب، من خلال أيضا هذه الخبرة الطويلة، أكيد هناك في رحلة معينة كانت بالنسبة لحضرتك رحلة شاقة جدا وكانت أطول رحلة في تاريخ عملك، في؟ بالطبع كانت أطول رحلة سويتها هي كانت من الكويت إلى دكار عاصمة السنغال، واستغرقت حوالي 12 ساعة وثلث. 12 ساعة متواصلة؟ متواصلة. إيه هي المصاعب اللي قابلتها؟ طبعا رحلة 12 ساعة وثلث متعبة جدا، وطبعا فكانت هي مرت على دول كثيرة من البحر الحوض المتوسط إلى مرورا بمضيق جبل طارق، ثم فوق المغرب العربي، تحاشينا الأجواء الموريتانية ورحنا إلى كفير رأس الجبل الأخضر، دخلنا في المحيط الأطلنطي ثم رجعنا إلى السنغال. بس مش 12 ساعة طيران متواصل متهيألي فيها تعب كبير قوي على حضرتك. طبعا لا شك أنه موجود المساعد، وأيضا كذلك كان في زميل كنا نتناوب في تناوب. نعم نعم. كابتن فيصل، لو تفتكر معنا حضرتك أصعب موقف مر عليك خلال ال 24 عام اللي اشتغلت فيهم كطيار. هناك طبعا لا شك انك في مواقف صعبة، لكن اذكر منها انها كانت في رحلة باريس الى الكويت. بعد الاقلاع من باريس، الجهات الارضية المختصة في باريس طلبوا منا ان احنا نسرع من عملية الصعود في الوقت اللي نشب عطب في احدى محركات الطائرة، وبطريقة فجائية ان كمية الزيت لذلك المحرك اختفت، فكان هذا دليل واضح على ان هناك عطل في نظام الزيت. احنا قمنا بالاجراءات الاحترازيه الواجب اتباعها بان سكرنا المحرك وكذلك الاشياء الوقائيه لعدم نشوب الحريق، والحمد لله يعني وصلنا ونزلنا باريس بسلام. كابتن فيصل، نعرف من حضرتك في نقاط، ما هي مقومات الطيار الناجح؟ أو بمعنى آخر، إذا كان هناك في شخص بداخله بيتمنى أن هو يمتهن هذه المهنة، إيه هي المواصفات المطلوبة في هذا الشخص؟ أنا في رأيي طبعا الطيار بعد أن يصل طبعا إلى مستوى الأداء المطلوب أن تكون علاقته مع الناس علاقة ناجحة، وبالأخص الركاب، أنه هو يحرص كل حرص على تأمين سلامتهم وأيضا متطلباتهم. وطبعا هذا خلال قبل الشروع في الرحلة وخلال الرحلة أيضا وبعد انتهاء الرحلة. نعم. هل في عند حضرتك مثلا كلمة تحب توجهها للسادة المسافرين كإرشاد أو كتوجيه؟ طبعا الأخوة المسافرين طبعا هم في الحقيقة أنهم على علم وعلى دراية أن الرجل الطيار الكابتن بالأخص أن عنده أعمال كثيرة يقوم فيها ورجل مشغول، يعني احنا نحاول في بعض الاحيان نقوم بزياره قصيره الى مقصوره المسافرين لتطمينهم ايضا، ونشوف ان كل طلباتهم اقيم فيها وديت على الطريق المطلوب، وكذلك في حالات التاخير الطائره نكون على اتصال مباشر معهم ونخبرهم اول باول بتفاصيل، وطبعا نطلب منهم انهم شويه يصبرون معنا نحن.